وعشان اوصل للحمام لازم اوصل لنهاية الممر، يعني لازم اعدي من بين 5 غرف مليانين على اخرهم بالجثث، والغرف دي هي تلاجات حفظ الموتى. دخلت الحمام وبعد ما انتهيت واثناء ما انا بغسل ايدي سمعت صوت شخص بيكح. الشخص ده كان بيكح من داخل دورة المياه اللي انا لسه خارج منها حالا. قلت لنفسي انا اكيد بيتهيألي، بس في لحظات الصوت اتكرر تاني وكان اكتر قوة وبوضوح. فتحت الباب بسرعة ما لقيتش حاجة والصوت وقف في ساعتها. سبت الباب مفتوح ورجعت تاني، وقفت قصاد الحوض، فتحت الحنفية لقيت الصوت رجع تاني رغم ان الباب مفتوح ومفيش حد قدامي. حاولت اتأكد من مصدر الصوت، وبالفعل اتأكدت انه جاي من داخل دورة المياه اللي فاضية واللي انا كنت فيها. طب ازاي؟ ازاي والمكان فاضي تماما مفيش فيه اي شخص غيري؟ بقيت واقف عمال افكر واتلفت حوالين نفسي زي المجنون لحد ما الصوت وقف تماما. خرجت من الحمام عادي بعد ما تجاهلت الموضوع تماما، ولقيت مدحت جاي علي. سألته قلت له رايح فين على كده يا مدحت؟ قال لي رايح الحمام يا دكتور. في ايه؟ قلت له انت كمان رايح الحمام؟ طب عموما ابقى خلي بالك. قال لي خلي بالي من ايه؟ قلت له من اللي مستنيك جوه، اصل انا كنت في الحمام من دقيقة كده وسمع صوت حد عمال يكح، بس كان بيكح بشكل فظيع. رد عليا وقال لي طب وفيها ايه يعني يا دكتور؟ تلاقيه عفريت واحد من اللي كانوا بيكحوا قبل ما يموتوا، عادي يعني يا دكتور. ضحكنا احنا الاتنين واخدنا الموضوع بهزار. سبته ورجعت المكتب بتاعي، وبعد شوية لقيته بيخبط عليا في المكتب وبيدخل وبيقول لي انه فعلا سمع صوت الشخص اللي بيكح ده بمجرد ما دخل الحمام. برضو قعدنا واتكلمنا شوية وهزرنا لحد ما نسينا الموضوع تماما. قلت له قوم افتح التلاجة بقى كده شوف لنا اي حاجة ناكلها او نشربها واحنا قاعدين بدل الزهق اللي احنا فيه ده. لقيته بيرد عليا وبيقول لي بس يا دكتور الجو برد قوي، ايه رأيك نعمل قهوة احسن؟ قلت له والله عندك حق، خلاص خليها قهوة. يا دوب انتهيت من جملتي ومدحت لسه هيقوم علشان يروح يعمل القهوة ولقيت تليفون المكتب بيرن. رديت ولقيت حد من افراد الامن بيبلغني ان في جثة وصلت مع رجل الاسعاف وكمان معاها امين شرطة. قفلت التليفون وانا ببص لمدحت وتعبيرات وشي كفيلة بالرد نيابة عني. مدحت برضو كان باصص لي ومتنح ومستشعر المفاجأة ان النهاردة هتبقى ليلة طويلة، بس قرر انه يسأل. بيقول لي خير يا دكتور في ايه؟ قلت له كل خير يا حبيب الدكتور، كده لا بقى فيها حاجة ساقعة ولا قهوة، انما فيها حالة وربنا يستر. تعالى ورايا نشوف الهدية اللي وصلت. مدحت قال استغفر الله العظيم يا رب، هو ده وقته؟ يعني هو الواحد حرام يقضي ساعات الليل في هدوء؟ لازم حاجة تعكنن عليه يعني؟ من ناحية اننا نقضي ساعات الليل في هدوء، فمن الواضح كده ان اي شخص ممكن يشعر بالهدوء ويرتاح الا اللي بيشتغل الشغلانة بتاعتنا. ثم مزاج ايه اللي بتتكلم عنه يا مدحت؟ يعني هي اول مرة؟ ما ده الطبيعي، وطول عمر الليل بتاعنا بيكون عبارة عن مفاجآت وكوارث، لكن المفاجأة الحقيقية هو ليلة زي الليلة اللي هتعدي علينا النهاردة. نزلنا علشان نعين الجثة، كانت ست تبدو عجوزة لكن الورق بيقول غير كده. الورق بيقول ان سنها وقت الوفاة كان 48 سنة، يعني لسه صغيرة، بس اللي ظهر قدامي انها اكتر من 80 سنة بدون اي مبالغة. وشها مكرمش، عيونها داخلين لجوه، رفيعة جدا، جلد جسمها متشقق ومكرمش. اسمها هانم، ووارد لينا انها من منطقة الخنكة،
والجواب اللي كان مع مندوب الشرطة كان جواب مبدئي بقبول وحفظ الجثة لحين إشعار آخر من النيابة العامة. استلمنا الجثة وتم نقلها لغرفة الفحص. مش ظاهر أي كسر في العظم أو أي شيء غريب في الجسم، ومن ثم يتم نقلها لغرفة التشريح لتوقيع الفحص الظاهري والمبدئي عليها. دخلت غرفة التشريح، وبمجرد ما رجلي دخلت عتبة الباب حسيت بشعور غريب، شعور مليان بالتوتر وانقباض القلب، وكأني أول مرة أدخل فيها على جثة. حسيت بكآبة غير طبيعية وخنقة رهيبة. هنا في اللحظات دي أدركت إن الجثة دي وراها موضوع غامض وكبير. طالما إن قلبي انقبض وحسيت بالمشاعر دي، يبقى ده معناه إن الجثة دي بتخبي وراها سر مش طبيعي. مدحت خبط على الباب ودخل بابتسامته الطبيعية وقال لي: ها إيه الأخبار يا دكتور؟ قلت له: أخبار إيه يا مدحت؟ قال لي: أخبار الجثة. قلت له: هو أنا لحقت أعمل حاجة يا ابني عشان تسألني عن الأخبار؟ تعال أقف معايا وساعدني. بدأت في القيام بإجرائي المفضل، وهو وصف الحالة وصف دقيق وتسجيل كل تفصيلة كتابيا، وبدأت أكتب التقرير. سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها، بينما الظاهر عليها يشير إلى أنها في نهاية العقد الثامن. الملامح والجلد مشوهين بسبب عوامل العجز. الشعر الأبيض لامع تعكره بعض الشعيرات السوداء البسيطة. العينين مغمضتين واليدين والقدمين بجانب الجسم. ترتدي عباءة سوداء بالكامل. الجثة تنبعث منها كميات طاقة سلبية فظيعة. وبعد انتهاء التوصيف فحصت الجسم بالكامل، وما كانش فيه اي اصابات او اي علامات او اعراض موت واضحة. حالة الجثة كانت طبيعية وكانت في بدايات مراحل التيبس، يعني الوفاة حصلت بالكتير قوي من 3 ساعات. كذلك الرسوب الدموي كان بيبتدي يتجمع في المناطق السفلية من الجسم ناحية الظهر، يعني وقت الموت الجثة كانت نايمة على ظهرها. قلت لمدحت انه ينقل الجثة للتلاجة، وبدأت اتحرك ناحية باب التلاجة علشان اخرج. ساعتها سمعت صوت شخص بيكح، والكحة دي كانت جاية من ورايا من ناحية الجثة. الغريب انه كان نفس الصوت اللي سمعته لما كنت في الحمام. التفت ورايا بسرعة وبصيت لمدحت وقلت له: مدحت انت اللي كحيت؟ بس لقيت ملامحه مندهشة جدا وهو بيجاوب يقولي: لا والله ما انا، بس انا سمعت الصوت، انا قلت حضرتك اللي كحيت. قلت له: غريبة. طب ماشي ماشي ما علينا، انقل الجثة للتلاجة لما نشوف اخرة الليلة الحلوة دي ايه. مدحت حط الجثة على نقالة حمل الموتى وبدأ يتحرك بيها بداخل الممر في اتجاهه لغرفة الحفظ المؤقت رقم 3. أنا فضلت واقف مستنيه قدام باب مكتبي، وبمجرد ما مدحت ساب الجثة جوه التلاجة وقفل الباب، احنا الاتنين سمعنا صوت الكحة جاي من جوه التلاجة. وفي الوقت ده كانت بقوة أكبر وبوضوح أعلى من المرات اللي قبلها. أنا وهو بصينا لبعض في صمت وعلى وشوشنا منتهى الاندهاش. ساعتها ما قدرش يتملك أعصابه وبدأ يبان عليه التردد والتوتر، وبدأ يقول لي: من الواضح كده يا دكتور إن الليلة دي مش هتعدي على خير، صح؟ قلت له: استنى بس مدحت، استنى عشان في حاجة أهم بكتير، الحاجة دي هتجنني. صوت الشخص اللي بيكح ده أنا سمعته الأول لوحدي، وساعتها أنا كنت في الحمام. بعدها أنت لما دخلت الحمام قلت إنك سمعته، وبعدها من دقايق إحنا الاتنين سمعناه جاي من ناحية الجثة. دلوقتي الصوت جاي من جوه التلاجة اللي فيها الجثة، مع العلم إن صوت الكحة ده إحنا أول مرة نسمعه كان النهاردة. قال لي: يمكن الصوت ده ليه علاقة بالجثة وعفرتها هو اللي بيكح مثلا؟ قلت له: أنا توقعت ده برضه، بس الصوت كان موجود أصلا من قبل الجثة ما توصل. تفتكر ده معناه إيه؟ هل معنى كل دوت إنه يبقى صدفة؟
ما حطناش في بالنا كل العلامات اللي جات لنا دي، وخلص اليوم وروحنا. تاني يوم وصلت المشرحة الساعة 6 المغرب، وكان خطاب النيابة العامة منتظرني جوه مكتبي. الخطاب كان يفيد اني ابدأ تشريح في الجثة، وكان معاه جواب تحريات المباحث حول الواقعة. كان مفاده ان السيدة هانم كانت تتعرض للتنمر دائما من اهالي المنطقة بسبب شكلها ووجهها القبيح، وانها فعلا ماتت عن عمر 48 سنة، وان ملامح الشيخوخة والعجز الظاهرة على وجهها دي حالة استثنائية، بمعنى ان كان شكلها هو شكل الامرأة عجوز رغم انها في عز شبابها. هانم لم يسبق لها الزواج وملهاش حد وعايشة لوحدها. أقاربها قطعوا علاقتهم بيها وامتنعوا عن زيارتها أو حتى السؤال عليها، وده بسبب شكلها المخيف والمقزز بالنسبة ليهم. ما كانش ليها أي علاقات أو اختلاط بالناس عموما، وده مش علشان هي عاوزة كده، ولكن لأن الناس كانوا بينفروا منها وهم اللي بيتجنبوا حتى النظر إليها. حتى الأطفال كانوا بيمشوا وراها لو خرجت، وكانوا بينادوها بالعفريتة. ووقت اكتشاف موتها، شخص من الجيران سمع صوتها وهي بتكح بحدة شديدة، والكحة استمرت لأكتر من 5 دقايق، وكانت فعلا كحة تخوف. وبعدها كان نازل على السلم وشاف باب الشقة مفتوح، ولما بص في الصالة بعينيه شاف كل الحاجات اللي كانت في الصالة واقعة على الأرض. وهنا شك ان يكون في شيء غريب بيحصل جوه، وساعتها بلغ الشرطة. ولما رجال الشرطة وصلوا اكتشفوا ان هانم سقط على الارض في الصالة وميتة. ورغم من انها كانت ست فقيرة ولا تملك مال او اي شيء ثمين، الا ان رجال المباحث حسوا بالشك في انها تكون تعرضت للسرقة، ولما قومت الحرامي اعتدى عليها وقتلها. عشان كده الاشياء اللي في الصالة كلها وقع على الارض، يعني حسوا ان كان في مقاومة، وده السبب اللي بناء عليه تم ارسال الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وان كان الموت حصل نتيجة اعتداء ام بسبب اي شيء تاني. الموضوع كان غريب قوي بالنسبة لي، يعني واحدة ست فقيرة وبالمواصفات دي مين اللي هيفكر انه يسرقها او يعتدي عليها؟ والاهم من ده بالنسبة لي، ايه هو موضوع الكحة ده؟ دي الحاجة الوحيدة اللي جذبت انتباهي واخدت كل تركيزي. ما هو مستحيل يكون الموضوع صدفة، مثلا يكون صدفة اني اسمع صوت شخص بيكح، وبعدها توصلني جثة بيقال انها كانت بتكح لحظة موتها. لو كنت سمعت الصوت ده بعد ما كانت الجثة وصلتني كنت قلت عادي جدا لاني متعود على كده، لكن الغريب اني سمعت الصوت مقدما قبل وصول الجثة وقبل ما اعرف عنها اي حاجة. طلبت من مدحت ينقل الجثة لغرفة التشريح الرئيسية ويعمل لنا فنجانين قهوة يظبط دماغنا. حطيت فنجان القهوة على ترابيزة فاضية بعيد عن الجثة منعا لسقوط اي عدوى فيها. شربت حوالي نص الفنجان وبعدين بدأت اشتغل. فتحت الجمجمة وخرجت المخ، فحصته وكان سليم. فتحت الجسم بالطول وبدأت بفحص منطقة الصدر. خرجت الرئتين والقلب، وقبل ما افحصهم بدقة بصيت ناحية مدحت اللي كان واقف بيتفرج عليا بانبهار. قلت له ايه، انت هتفضل واقف تتفرج عليا كده كتير ولا ايه؟ امال انا جايبك ليه هنا؟ ما تمد ايدك وتساعدني. قال لي انا اسف يا دكتور، معلش انا اندمجت مع حضرتك وانت شغال والله، خصوصا لما بدأت تفحص منطقة الصدر واللي شعوري بيقول انه سبب الوفاة. بصيت له بصة فخر قوي وحسيت انه فعلا تربيتي وانه اتعلم مني كتير، مش بس اتعلم الامور الفنية والتشخيصية، لا انما الامور الروحانية والشعورية بناء على العلامات والمؤشرات الخفية المرسلة لينا من العالم الاخر. سألته ليه حددت المكان ده ان هو يكون سبب الوفاة؟ قال لي انا مش بحدد بصراحة، لكن صوت الكحة اللي انا وحضرتك سمعناها والشخص اللي بلغ عن الوفاة انه كمان سمع صوت كحة قبل اكتشاف موت الست، قلبي بيقول لي ان كل ده مش صدفة، وان الكحة دي هي الطريق للوفاة،
وطالما كحة يبقى الصدر أو بمعنى أدق الرئتين. قلت له الله ينور عليك يا مدحت، أهو أنت كده تربيتي فعلا. أنا برضو شكيت زيك، وصعب يكون موضوع الكحة ده صدفة. بمجرد ما انتهيت من كلامي أنا ومدحت، سمعنا صوت الجثة بيكح. بصيت ناحيتها علشان نكتشف ان بق الجثة مفتوح على اخره، رغم انه كان مقفول. ده مش بس مفتوح، تطالع منه افرازات صفرة كتير. انا ومدحت بصينا لبعض وسكتنا، واذ فجأة الكهرباء تقطع والأوضة بقت عتمة كحل. سمعت صوت مدحت وهو بيكلمني وبيقول لي دكتور حضرتك فين؟ رديت بكل هدوء قلت له انا هنا جنبك يا مدحت، روح شوف مولد الكهرباء بسرعة وشغله. لقيته بيقول لي ما بلاش المولد يا دكتور، بلاش، علشان ما فيش مرة رحت علشان اشغله الا وحصلت كارثة، وبعدين انا مش عايز اسيب حضرتك لوحدك. قلت له ليه؟ شايفني عيل صغير؟ روح يا عم شوف المولد، روح وما تخافش. يا دوب نطقت الجملة ولقيت الكهرباء رجعت، لكن ما لقيتش الجثة ولا ترابيزة التشريح. ببص ناحية باب الأوضة علشان أشوف مدحت مش موجود، ولاقي الجثة هي اللي واقفة عند الباب بتبص لي وساكتة. الجثة بدأت تتحرك ناحيتي، وأنا بكل تلقائية رجعت لورا. فضلت أرجع بخطوات هادية علشان أحاول أثبت أعصابي، لحد ما اتخبطت بترابيزة التشريح. في اللحظة دي الجثة توقفت عن الحركة تماما، وفضلت تكح بشكل غير طبيعي، وبدأت تخرج من بقها نفس المادة الصفراء. وبعدين الجثة وقعت على الأرض وفقدت الحركة تماما. في اللحظة دي أنا جريت ونطيت من فوق الجثة، واستمريت في الجري بأقصى سرعة عليا لحد ما وصلت لمكتبي. لقيت مدحت جاي من نهاية الممر وبيقول لي بمنتهى التلقائية اهي الكهرباء رجعت، اهي الحمد لله رجعت قبل ما شغل المولد. قلت له هو انت مش كنت واقف جنبي؟ يا ابني انت كنت بتكلمني جوه في اوضه التشريح، خرجت امتى من الاوضه ورحت تشغل المولد؟ قال لي حضرتك طلبت مني ان اروح اشغل المولد، فخرجت من الاوضه ورحت علشان اعمل كده، واثناء ما انا كنت لسه بشغله لقيت الكهرباء رجعت. هو ده اللي حصل. كلام مدحت رغم انه غريب، لاني مش هو ده اللي حصل، والحقيقة انه كان بيكلمني وما خرجش من الأوضة، والحقيقة برضو ان مدحت مش بيكذب لانه فعلا صادق. بس من الواضح كده ان الشخص اللي كان بيكلمني جوه أوضة التشريح في اللحظات الاخيرة ما كانش مدحت، كان احدهم متمثل في شخصية مدحت، وكان عاوز يوصل لي رسالة. اخدت مدحت ورجعنا بسرعة لأوضة التشريح علشان الاقي الجثة نايمة في مكانها على نفس ترابيزة التشريح، ولا كأن في حاجة حصلت. ورغم كل اللي حصل ده الا انه زادني اصرار وحماس اني اشرح الجثة واوصل للسبب الحقيقي للوفاة. وبالفعل شرحت الجثة بالكامل، وكانت بدايتي بمنطقة الصدر والرئتين واللي كان فيها سبب الوفاة. الرئة كانت متهالكة من الداخل بالكامل ومليانة بالإفرازات، تبدو نتيجة تفاعل أحد المواد السمية، والإفرازات دي هي اللي كانت بتخرج من البق. وكان في نزيف رئوي داخلي حاد جدا، وجميع خلايا وأنسجة الرئتين متهالكين بشكل كامل. كتبت التقرير المبدئي وأخدت عينات من سوائل الرئة، والصبح بعتها للمعمل علشان يتم تحليلها، وروحت البيت. ولما نمت حلمت بهانم، شفتها وهي عمالة تجري جوه شقتها وهي منهارة تماما، وكأنها فقدت عقلها وعمالة تصرخ. وقفت قدام المراية وفضلت تبص لنفسها جامد، وتحديدا كانت بتبص لوشها المرعب. ده اللي خلاها تنهار أكتر وتصرخ بشكل هستيري. ودخلت على الحمام، وكان فيه دولاب صغير زي بتاع الإسعافات الأولية، فتحته وأخدت منه كيس بلاستيك أسود صغير. خرجت الصالة وجابت علبة سجاير، وأخدت منها سجارة واحدة، وفضت التبغ اللي كان فيها على الترابيزة اللي قدامها، وأخدت شوية من المادة اللي بتشبه البودرة السودة اللي كانت جوه الكيس،
وخلطتهم ببعض، وبعدين رجعت التبغ تاني جوه السجارة وولعتها وشربت نفسين، بس نفسين، وبعدها بدأت تصرخ وتكح بقوة، وبدأت تجري على الحمام وهي فقدة السيطرة على نفسها تماما، ورمت السجارة جوه قاعدة الحمام، وبلا وعي خرجت للصالة وفتحت باب الشقة وفضلت تخبط في كل مكان، وبدأت توقع كل حاجة حواليها من اللي كانت في الصالة، لحد ما فقدت وعيها وصعدت على الأرض وفقدت الحياة. لما صحيت من النوم ورجعت المشرحة طلبت من المعمل نتيجة تحاليل العينات اللي بعتها لهم امبارح، واتضح لي انها كانت سم فران. ولما تواصلت مع الشرطة اضافوا انهم وقت تفتيش الشقة عثروا على علبة سجاير خاصة بهانم، وبسؤال الجيران اتضح ان هانم كانت مدخنة وبشكل شرس، وبرضو تم العثور على كيس سم فران اللي انتحرت بيه. ورغم ان ده اغضبني جدا كطبيب شرعي، لان المفروض كانت المعلومات دي توصلني قبل بداية التشريح لانها بتسهل جدا دوري بشكل كبير، الا اني فرحت لاني كالعادة بفضل الله قدرت افك شفرة الجثة واحل اللغز واوصل للحقيقة بسرعة. ومن اللي حصل ده قدرت انا افهم سبب موت هانم. هانم انتحرت بسبب تعرضها للتنمر، بعد ما وصلت لمرحلة لقت فيه انه من الصعب جدا تقدر تتحمل اكتر من كده، وقررت انهاء حياتها التعيسة السوداء. لا زوج ولا اشقاء ولا اقارب ولا حتى جيران، محدش بيسأل عليها او يودها، بس مفيش غير العذاب بالنظرات والكلام القاتل، مفيش غير التنمر. بعد ما بقينا نعيش في زمن محدش فيه يعرف معنى كلمة رحمة إلا من رحم ربي. لو انت معايا لغاية اللحظة دي فحب اقولك ان انا بحييك.